وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وتابعين. كما تلاحظون ها نحن في غمرة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى غالية وعزيزة على جميع المسلمين، ذكرى مولد خير الخلق الذي شرفه الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين بقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني يعجز الإنسان باش يعبر، ونحن في غمرة هذا الاحتفال، وتنتمنى لكم أن تستمتعوا بهذه اللحظات الربانية، هذه اللحظات الروحانية. السلام عليكم. احتفالات ذكرى مولد النبوي الشريف تتشرف الزاوية الشيخ أبي بو محمد صالح كل سنة باحتفال بهذه الذكرى الغالية علينا وعلى جميع المسلمين، إلا أن هذه السنة كانت مختلفة على السنوات السابقة بمجموعة صوتية شابة اللي هي تتكون من تلاميذ الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية تحت رئاسة الأستاذ يوسف قرام بقيادته، ويليه دلائل الخيرات والمديحين المجموعة الكبرى لمدينة أسافي، ثم أهل كتاب الله كنسوهمش كذلك حامل كتاب الله، والسيد العامل كل سنة يتشرف بإحياء هذا الحفل وحضوره الدائم في زاوية الشيخ أبي بو محمد صالح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.